Malti se džavete grajda. بونجور باش توحشونا. انا نقول باش توحشونا موني على خاطر اليوم نهار الاخريني، اليوم نهار الكلوتور اخر نهار في لي جي سي سي. كيف ما تشوفوا الحركه ماشي كي العاده، ما فماش برشا ناس ماشيين جايين، خاطر اون بلوس ما عادش فما افلام اخر اخر العروض صارت البارح. بون كي العادة احنا هوني الناس نسو باش نشوفوا شنو فما شنو ما فماش. اما وينهم زعما يا جماعة؟ انا جوستومون قاعدة نخسر، جو كونفيرم لي الحركة ناقصة. اما علاش ما فهمتش على خاطر مشاو يحضروا في رواحهم للسهرية يختاروا شنو باش يلبسوا، ولا على خاطر حتى الهيئة المديرة زادة ما فماش. الهيئة المديرة جوستومون مش سيئة، كملت وروحت لي. اما مشيت حسب معلوماتي لورغانيزاسيون معناتها ليكيب دورغانيزاسيون تاع جي سي سي الكل مشاو للقصر عندهم تكريم غادي بالحق. وي وهذه حاجه ياسر تفرح. والكلنا فرحانين على خاطر الدوره تعدت، طلعت بالحق دوره التحديات وتحديت كل شيء وكملت. ان شاء الله يا ربي السهريه تتعدى على خير ان شاء الله. موني انا متاكده اللي هما باش يتوحشونا، اما مش باش يتوحشونا كي معناتها برشا على خاطر الدوره تو ولات كل عام ما عادش كل عامين، دونك عام مش برشا كمان باش او موان عندنا اون بيريود يصيروا فيها برشا افلام وتصوروا فيها برشا افلام باش نتفرجوا عليهم، سورتو الافلام التوانسه موني هكا ولا؟ وي وان شاء الله كل عام يزيد عدد الافلام التوانسه. بون مانيش نتفرج عليكم برشا. جست نسالك حاجه، انت تقول انه الفيلم اللي باش يهز تاني دور. انا تعرفني انا توا نهار لوفيرتور ونهار الكلوتور ديما مخي كان في الروبه وفي المكياج. نقول انا زعما شنو هو الفيلم؟ خليهم يتفرجوا، ما نطولوش عليهم برشا. وهبتنا كمان الدنيا بارده والمطر تصب والعباد قاعده تحضر، هبتنا احنا قبل نحضر روحنا باش الناس نسو كمان، حتى كان ما فما حتى شيء هوني لازم نهبطوا ننقلوا لكم اللي ما فما حتى شيء. جوستومون يلا توتالور تبعونا ندخلوا ونسو شنو فما. اتوتالور لست صديقي لست رفيقي صاحبي ذراعي وقت ضيقي ديكي ديكي لست صديقي لست رفيقي صاحبي ذراعي وقت ضيقي. موني يظهر لي خلطنا مخر كل شيء حاضر. لا عزيزتي مش احنا خلطنا مخر، اما هما بداوا على بكري خاطر جيت انا البارح وكيما شفتوا نلقاهم بداوا يحضروا ابارامون كملوا من البارح في الليل ولا اليوم صباح بكري. يعطيهم الصحه، تحديوا المطر وتحديوا والتابي روج تفرش وكل شيء حاضر. مالوغوزمون مانيش باش نعاونوهم اليوم. اي ما سيكوريزي بالكدا البلاصه ومسكره برشا. مسكره البلاصه معناتها بني مشيت عديوا لي زانفيتي كل شيء مسكره وفريمون حاجه باهيه. اما لينا احنا فماش ماتيار كبيره معناتها باش نخدموا. يعني نمشيو لاحدى النزول بالعاصمه بيان سور ناخذوا تكهنات لي زانفيتي اللي غادي، فماشي ما نطروا هكا سكوب. احسن ممثل، احسن فيلم، احسن مخرج، احسن عمل، احسن منشطات، احسن قناه، احسن هكا ولا يلا. شافوني زوالي وما عنديش الملل، فو على البرادين اللي عنده الملأ، لا محبة ولا جواري، يحبوا الماتريال، دورو الدولار. بعد كنا في شارع حبيب بورقيبة، خلطت أنا ونجلة توا الأحد نزول بالعاصمة، على دخلتي تلفت ما لقيتش نجلة كالعادة، بربي يجي وخلينا نفركسوا عليها وين. لا محبة ولا جواري، حبوا الماتريال. اونتخ تو واحنا نلوجوا على نجله خلينا نشوفوا شكون ينجم يعرضنا هون. صباح النور. صباح الفل. لاباسه؟ ما نقولش بتونس منوره. لاباسه؟ الحمد لله. وانت؟ الحمد لله. الحمد. شنو احوالك؟ برشا حلوه قوي. انت اول مره تجي لتونس استاذ احمد؟ لا، ثامن تسع مره.
بارك الله. انا سمعت عليك اللي انت تحب اتعرضت مسرح هنا في تونس قبل كده. انا نعرف كريمه بدير. كريمه بدير بنت خوك يظهر لي ولا احتمال؟ بس انا مش عارف. سنة يظهر لي غالطة. بون ديما تحكي لي عليك ونعرفك اللي انت تحب تونس وتجي لتونس. شنو حوالك؟ تونس دي بلد جميلة وكلنا بنعشقها في مصر، وعارفين ان انتوا كمان بتحبوا المصريين قوي. وانا في لقاء مع فخامة الرئيس حتى وانا بسلم عليه بقول له مصر كلها معاكو، قال لي مصر ام الدنيا. فخامة الرئيس قال لي مصر ام الدنيا، فاحنا سعداء بوجودنا في بلدنا التاني، وربنا ينجيكوا ويوفقكوا ان شاء الله. يا عايشك سيد احمد، هذا كلام يساعدنا ويشرفنا. باش ما نطولش عليك برشا، كلمتين تقييمك للدوره هذه. هي مازلت ما وفيتش، ما يسالش رايك يهمنا. الدوره دي في ظروف استثنائيه، بعد الافتتاح على طول حصل العمليه الارهابيه الخسيسه، انما كان لابد ان تستمر الدوره ويستمر المهرجان وتستمر الفعاليات، عشان نقول للإرهاب إن أنت ضعيف وبتلعب في الظلام، إنما الثقافة والفكر والفن والإبداع هو اللي هينتصر، والشعب هو اللي هينتصر. أحمد الحفين البس من تو يجي ويجي وبراب. بونجور. أهلا، صباح الخير. هاك حاضر من تو أحمد؟ لا توا كنا في لقاء، تشرفنا بلقاء رسمي مع سيادة رئيس الدولة رئيس الجمهورية. طبعا كانت لقاء طيب، لقاء يعني في 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 شيء متبادل بين المثقفين والفنانين، وعلى هرم الدولة وعلى أنه ندافعوا على الثقافة ونواصلوا مسيرتنا ونواصلوا الحفاظ على دولتنا على بلادنا وعلى ثقافة الحياة. الحمد لله. به سيد أحمد كنت تعطينا سكوب كم يظهر لي أنت الأول توالي جيت اللقاء هذا كان في إطار شنو؟ تكريم ولا وشكون معناتها المدعوين؟ إسكو لورغانيزاسيون دي جي سي سي؟ إسكو المثقفين توينسا؟ إسكو معناتها أحكينا أكثر تفاصيل. المدعوين هم ضيوف تونس، لقاء منظمته رئاسة الجمهورية. طبعا مش تشريفاتي مش احتفالي نظرا للظرف. أنا بين قوسين معناها فما انتباع، ونحب هنا نحيي معناها رجالة الأمن والجيش والأمن الرئاسي. شفت معناها ناس بكل تفاني وبكل يعني ثبات موجودين، رغم اللي مازالوا كيفقدوا زملائهم. ربي يحفظ تونس وربي إن شاء الله يقوينا وننتصروا على هالباطل هذايا، هالحاجة ذي اللي ما أنزل الله بها من سلطان، معنى اللي اسمها الإرهاب. إن شاء الله. يا عايشك سيد أحمد، نشوفوكم بعد في السيريموني متاع الكلوتور إن شاء الله. لبسة أخرى. يا بيه نسخلتك حاضر من توا يا أخي، فهمت علاش. بيه فما أمينة عزوز، باش نمرجوك اليوم ما ميسالش آخر نهار، واسع بالك معنا. عسلامة، صباح. شنو حوالك؟ تري بيان تري بيان. انا مريضه ومقربه ولبسه هكا، نحب نعرف شنو نلبس من بعد في التابي روج. كاجوال، مش كيما لوفرتور، اقل شويه من لوفرتور هاد العشيه. داكور، فوالا. احكي لنا. ايفنينغ دريس. داكور. دو كوكتيل، كلكو شوز داسي سامبل. تري، فوالا. محضرين مفاجئات في الكلوتور ولا؟ وي بيان سور، جوستومون ماما ما فاجئت، دونك ما نجمش نقول حتى شيء. ديما امينة من نهار الاول تو ما تنجمش تقول حتى شيء، اون توكا عندها الحق. ما عاد ما مازال سويعه سويعتين اخرين تفرجوا اون ديريكت. ميرسي بوكو، ميرسي ا توت ليكيب، يعطيكم الصحة. العباد كلها فرحانة بالدورة هذه، ويعطيكم ألف صحة على المجهود اللي عملتوه. عايشك، ميرسي سورتو بوبليك اللي حتى لو لوندما دي زاتونتا كان موجود قدام شبابك باش يشري لي تيكي من 9 متاع الصباح، افيك ديتيرميناسيون. لي سينما ما وقفوش، تفرجوا على الافلام، شيخوا على الافلام، شيخوا على البروغراماسيون. جي انفي دو فير ان بتي كوكو للي بروغراماتور دو فيستيفال كي اون تي اكستراوردينير، او ديريكتور دو فيستيفال، ا توت ليكيب كي ا ترافايي كوم دي فو. فوالا. اما توا ذا كويستشن از نجلاوين، تبعوني خنفركسو سيغمون، خاطر هوني ما فماش سيغمون، طلعت في ايتاج من ليتاجيت. تبعوني هاني نلوج عليها. حتى سي فريد بوغدير يسال على نجلة، ما فهمت شويني علاش؟ خاطر انت منى ولا لا؟ اي. وهي نجله. أي. معناتها انت ميم وهي نون.
هكا ولا ميمونون موجودين في كلمه المنام تيوا انتم معناها المنام تاعنا منام مزيانه سي فريد ولا قبل ما يرقد يشوفكم في تلفزه بعد يرقد مرتاح وتذكرني في في مسرحيه علي الدعاجي اللي احنا اقتبسنا له انا اقتبست في بلاد طررني مقتبس من علي الدعاجي واحده معناها مسرحيته اسمها بين نومين دونك انا كان نشوفكم قدام المسرح ونجي ما بيناتكم نقول لي انا ما بين الميم والنون دونك ما بين نومين واو يظهر لي احسن كلام سمعته يعطيك صحه سي فريد سي فريد يعطيكم الصحه اللي زهيتوا المهرجان وعطيتوه روح خفيفه حتى في الظروف الصعبه معناها رديتوه خفيف وسي فريد عيه وهو يزهي فينا بافلامه اللي احنا صغار وديما توا مزهينا حتى بحضوره سي فريد تكهناتك تكهناتي فيلم الرابح انا ما تبعتش بكل لا مسابقه لا حتى شيء بورتون كنت رفيف في ساليت الكل راه شفت فيلم زملاء الكل بالطبيعه هذا واجب اما انا تو مخي في فيلم تاعي لازم نكملو باش كي نجي المره الجايه ان شاء الله تقولوا لي زاد هاو فيه خفه روح كالعاده ان شاء الله بون كوراج عايشك مال اسسوار نمشي نلبس السموكينغ نمشي نلبس البابيون نجي كالعاده اليغون كوم توجور عايشك سي فريد منون هذا كساس يعيشك ميرسي بوكو عايشك حتى سي فريد بوردير لي حاجه اللي المنامه ناقصه وين النص المنامه نجله باش نهبل توا لازم نلقاهم بلوس لازم نمشيو في سمعاتش بكري ناخذوا الدروج نو مي جو ريف Finalement, quitte à Najla. Belé, il y a eu fait ce qu'il y a de temps. Très bien, d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'il y a Aslema. Aslema? Aslema, je t'en ai l'honi. Bonjour, monsieur. Ça va? Ça va, et vous? On n'a pas arrêté de chercher Najla et c'est avéré qu'elle est avec vous. Hein. Bon, tu peux... Vous êtes en train de faire quoi, au juste, pardon? On est en train de papoter, Kadi, Narki, au choix. Boulot ou la... quoi, au juste? Boulot, qu'est-ce que tu crois, man? Parfait, ok, mais là, ça tourne. Nous, on a ce qu'on fait, je crois, d'interview. Oui, c'est à, je vous présente Vaif, elle est Sharaf Nabarcha Fitounis, monsieur Abel Jaafri, elle est au Moutoun Saya au Bouhdiri, vous êtes à Toulet Fitounis. Haka wale, Abel? Salam alaikum. احكي لي شويه انت ساعه جيت لتونس كيف ما عملوا له كيف ما برشا مرات قبل على خاطر انت امك تونسيه جيت لتونس العام اللي فات خاطر عملنا لا بريزونطاسيون تاع فيستيفال تاع مهرجان كارتاج تاع تيمبوكتو لوفرتور دو فيستيفال وي انا مولود في تونس كما قلتي من جهه نابل بصح كبرت في الغربه بس قلبي تونسي خاطر الاصل تاعي جدودنا وانت جيت سنه معناتها لتونس ان طونك ممبر دو جوري هكا ولا هكا ممبر دو جوري جوري انترناسيونال كون جوري باهي ما نجموش الناس نسو نسالوك شويه شنو تاني دور شنو نعرف اللي انت ما عندكش الحق مي بون معناتها جيسي دو دوموندي كومام نو تنجم تسيي بصح نعطيك اون ريبونس ان شاء الله تكونوا العشيه معانا كيف نحلوا لي زونفلوب شوفوا شكون ربح وشكون ما ربحش خاطر يا بوكو دو فيلم دو كاليتي فوالا جوستومون سي عبال نعرفوا اللي ما عندكش الحق تعطينا اي تصريح ولا حتى رايك الشخصي ما تنجمش تقوله توا على معناتها نيمبورت كيل فيلم مي او موان تقييمك للسيليكسيون دي فيلم الكل معناتها فوز ات ساتيسفي معناتها كيما قلت توا فو فيني دو دير سي دي فيلم دو كاليتي معناتها فوز ات ساتيسفي دو لا سيليكسيون وي مي او دلا دو سا جو سوي ساتيسفي دو فيستيفال دو لامبلور Les Ridatoa, c'est vraiment un grand festival. Il fait partie des grands festivals à travers le monde. Et ça, pour la Tunisie, c'est très très important parce que c'est un festival très ancien. Mm-hmm. Maintenant, les sélections et les réalisateurs qu'on reçoit ici à Fitounes, ou les acteurs ou les producteurs, ça a pris vraiment une ampleur internationale. Et ça, c'est très important pour la Tunisie, pour les Tunisiens. Parce que la Tunisie s'investit beaucoup au niveau de la culture et ça c'est très très bien. Maintenant, effectivement, le film est Halloween. Barcha barcha, le film est Halloween. Finalement, لقيت نجلة بعد نجري وراها باش نقول لها راه ما عادش بكري باش نمشيو نحضروا روايحنا نجلة. سي فغي باش نمشيو نحضروا روايحنا موني باش واللي ماخر علينا لا غالب ما لقيناش حتى حد الناس الكل مشات تحضر في روحها. بورتون لي اليوت انت خاطر الفوق اللوتا قاعدة تتعبى على الاخر على الاخر على الاخر اما احنا على غالب لازمنا نمشيو. ما ماخر علينا. اما باش نرجعوا من بعد.
فوالا نتقابلوا دونك من بعد حاطين الحاطة الناس الكل فرحانين شيخين نستناو في اللي تاني الدور ونستناو في الجوائز شكون باش ياخذهم تابعونا وانا نستناو في الاسانسور يتحل بيان سور مازال ما تحلش هو
lieu à la future des journées cinématographiques de partage. Le plus ancien et fameux festival d'Afrique et du monde arabe. ودي يا جماعة آخر كلمتين فرنساوي حقولهم طول الليل. اللي كان فاكر إن كنت هكمل غلبان. المهم من تالتة إعدادي للأسف طلعت من النوم. Anyways مساء الخير حضرات ضيوف الأفاضل السيدات والسادة السينمائيات والسينمائيين ممثلو وسائل الإعلام والنقاد جمهور أيام قرطاج السينمائية. متابعينا بالقناة الوطنية الأولى والإذاعة التونسية. هاي شد لي عزيزي مش باش نطول عليك برشا برشا، نحب نعرف رأيك في الديليبراسيون وفي لي بري اللي تعطاو. والله رأي اللي فما يعني أفلام تستحق أنها تاخذ لي بري نتاعها، منهم فيلم نتاع ليلى بوزيدي، يعني تروا جوري يعني يتفقوا أنه الفيلم ياخذ دي بري متنا يعني مختلفين. اما فما فيلم انا حبيته ياخذ بري هو فارس نعناع شبابك الجنه، زاد لطفي عمل دور حلو ياسر، ما نعرفش علاش ما نحبش ندخل في حاجات، اما بالنسبه لي انا كمتفرج ولا الجمهور التونسي يعني قال واقتنع اللي الفيلم حلو ياسر واللي لطفي عمل دور حلو ياسر. فصح حتى احنا كنا متفقين في الحكايه. ايوا هذاك هو البري الصحيح، راهو البري الصحيح هو نتاع الجمهور الاكثر. ميرسي بوكو يعيشك يا شيخ. معناها وطيه فما نتاع. اي فريه العسلامه. محلى زينك بنوار. يعيشك ميرسي. الجمال انتم مع عنوان عاده في ايام قرطاج السينمائيه. حبينا نسالوك فريال اسكو معناتها ساتيسفيت بالديليبراسيون. اكيد اكيد الجوائز كان البعض منها متوقع. تفاجأت برشا حاجات لكن أكيد هما شوف في الآخر الجوائز لازم تمشي يعني مثلا الفيلم معين أو الممثلة أو الممثل ما ينجموش يتوجوا ناس الكل، لكن فما أكيد برشا ناس يستحقوا التتويج، لكن كما الكورة هذيك هي لازم حد يتوج في الآخر، وأكيد فما ناس قويين ويستحقوا التتويج لكن إن شاء الله في أعمال أخرى. نورنا. يعيشك يعيشك. ميرسي بوكو مرحبا بك. يعيشك يعيشك. شاهدت لجنة التحكيم 6 أفلام تونسية طويلة روائية، وقد قررت إسناد جائزة الاتحاد العام التونسي للشغل لأفضل ديكور إلى السيد رؤوف الحليوي عن شريط على حلة عيني لليلى بوزيد. جنود خفاء من تقنيين من عمال من فنيين، وهذوما بكلهم في خدمة هذا القطاع، وبدونهم مش ممكن للمخرج مهما كانت قدراته باش ينجم يتوج عمل بدون أن يستعين بهؤلاء، ولذا اقترحنا عليهم باش تكون هناك جائزة تكون دائما لأحسن عمل تقني. في سنة 2013 قدمنا جائزة الاتحاد إلى أحسن عمل متاع تركيب، السنة الفارطة كان إلى أحسن عمل في الصوت، والآن قدمت هذه الجائزة إلى أحسن عمل في الديكور. يعطيك الصحة. نشوفوا نجلة شنو تحب تسألك. سي حسين قبل لا تمشي نعرفوا اللي انتم سمعنا اللي انتم علقتوا الاضرابات الكل في البريود الخايبه هذه، ونعرفوا زادة اللي وجودكم في ايام قرطاج السينمائيه هذه هو تحدي للدخلاء اللي يحبوا يبلبزوا في تونس واللي يحبوا يفسدوا علينا عيشتنا اللي كانت محلاها قبل. شنو تقول لهم الناس هذوما؟ عيشتنا كانت جميله وكانت حلوه كما كنت تقول، ولكن على مر العقود وعلى مر القرون وحتى هي الآن ما زالت أيضا العيش يستطاب في تونس، وعيشتنا حلوة ومعنوياتنا مرتفعة معناها، وأملنا في شعبنا قوي. عسلامة مريومة. شحويلكم. شنحويلك محليكم وحلى زينة. حتى أنتم. قل لي مريومة سألنا الناس الكل اسكو يسون ساتيسفي بالديليبراسيون وباللي بري اللي تعطاو.
بي افون تو سي ان ديفي ان احنا كمان جي سي سي وجينا هوني للكلوتور انا جيت كلنا جينا ذهالي خايفين شويه اما سي ان ديفي وصلنا جينا اليوم دونك لي بري لي تعطاو انا نتصور فما افلام ما شفتهمش ما جاش نعطي فيهم رايي مي فما برشا افلام يستحقوا معناها لي بري شفت كور ميتراج موج معناها اللي خذ الفضي سي سا ولا ذهبي الى بيان ميريتي حبيت اكثر ما احنا تونس نحبوا اكثر دي احنا ماذا بينا كي ناخذوهم الكل هكا ما نقدرش عليك فما عاش لطفي عبد اللي عجبني ياسر في حتى احنا في شبابك الجنه دونك استنيت برشا انه ياخذ بخي خاطر شفت لطفي اخر شفت حاجه ياسر سانسير لو فيلم اللي تي تري ديليكات هو لطفي راهو اي تري سنسيبل حاجه ممكن الناس ما يعرفوهاش اي اي سي 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 لطفي سي معناتها كيما يضحك سور سين كيما يبكينا في السينما دونك كهو دونك حبيت اكثر دي بخي لفيلم توينسا سي تو جائزة أفضل ممثل وتسلمها الفنانة أنتوا بتقولوا عليها هنا من تونس إحنا بنقول عليها من مصر هند صبري ماشي تونسية ومال ما مش ناقصة أوكي إحنا بنقول مصرية من العشم يعني شو مرحبا بكم مرزين تحية تونس سيفو لستار سيفو سي لا تونيزي لستار تحية تونس بيان مرحبا بي عايشكم نسي بلادي نسي ونص بالحق بيان سور هذايا بديت منك الحكايه هذا جوستومون من برشا قبل من كل مرأة تونسية اي مرحبا بك هند اول حاجه ثاني حاجه حبيت نسالك اسكو انت ساتيسفيت بالديليبراسيون هذا سؤال نسال فيه الناس الكل على خاطر احنا عندنا حاجه هكا في قلوبنا حابينها تربحوا الا غلب ساتيسفيت كونت اون ا بوكو معناها عندنا برشا صحاب دونك سي ديفيسيل ماذا بيا راني شفت افلام كيف ما فيلم فارس نعناع خذا حاجه ماذا بيا راني شفت انيسه داود خذت حاجه ماذا بيا راني شفت لطفي العبدلي خذا حاجه فرحانه برشا الليله بوزيد برشا 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 نحط لي خمجه على قلبي امراه تونسيه طفله هكا وعليها الكلام بنت بوها كيف ما نقولوا احنا فيلم مانيفيك فوالا والشباب التونسي هذول اللي باش يشوفوا الفيلم هذايا باش يلقى روحه برشا فيه انا هند نحب نسالك حاجه نعرفك اللي ديما كنت تحارب الارهاب وتحارب وعمل دايوغ مبادره زورو تونس بعد الضربه اللي صارت توا الله لا يعاودها علينا شنو تحب تقول شنو عندك باش توصل شنو باش تعمل لنا سوربريز اخرى زورو تونس encore une fois et encore et toujours يذول احنا اليوم الناس الكل قاعده تحارب في الارهاب توا هكا انتم نساء توينس كيف ما نعرفوهم يحكي ولا تيت اوت ما همش خايفين الناس معناها الكوفر فو مازال عليه شويه ومازالوا في الشارع يستنيو في يستنيو في الفن في بهجه الفن في بهجه السينما كيف ما قال نبيل عيوش وقت اللي خذا الجائزه نتاعو قال برافو لا تونيزي انا اليوم لوماج هذا الكل الافلام بيان سور لو سينما بيان سور مي سي ان هوماج لا تونيزي وللتوينس للشعب التونسي يعطيك الف صحه هند منورتنا غادي احلانا تحيه تونس ميرسي عايشك شكرا رميح وعفيف بن محمود صحه مرحبا 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 يا شكرا توحش حطينا وانت زيدي عفيف لا لا استنى 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 نجله ورينا روبت ورينا روبت شكرا ندغفو تحية تونس ديما فازيتك معناها هكيك شوية شوية لي سيتي يعني حبيتها اوماج الحقيقة لتونس شيء اللي صار ماهوش شوية اون فولي يعني فيغ كيلكو شوز هكا دو سامبوليك دونك فوالا خممت انا ومع مجدة ميمي نشكروا برشا دونك في لو درابو تونيزيان تحية تونس والمجد للشهداء ماهوش شوية اللي تعدى شويه اللي تعدى مو شويه اللي باش يجي اما احنا ديما واقفه بنساها ورجالها بفنها بابداعها وانا نقول لهم لن تمروا بالحق لن يمروا لن يمروا وتفعل لنا الضوء تفعل لنا الضوء ما نعرفش نجموا نكملوا نصوروا ولا قص علينا الضوء مالوغوزمون مي اون كومبرون مي سيلش على خاطر ماهيش الظروف المباشر لا ما ظروف الكوفر فو خاطر فما عباد راهم الصباح لتوا لازمهم يروحوا مي سيلش ناخذوا كيف ما جاي بحذنا لا غروند عفيف بن محمود عسيمة مرحبا بكم ومرحبا بيا في تونس وتحية تونس احكي لي عفيف فرحانة باللي بخي واللي سمعنا لي برشا تونس ما مش فرحانين فما شكون خرج من سلامة غشش
ولاي انا يظهر لي الحاجه اللي الانسان يتم يخمم فيها اللي وقت اللي تم يكون ثم جوائز الافلام اللي ما تحصلوش على جائزه مش معناتها افلام ما همش الاوتور من الجائزه هذيك معناتها مالوغوزمون في لجنه التحكيم تكون عندها حاجه ديفيركسو فيلم جديد فكره جديده كل شيء تحكي كل شيء شفناه السينما معناتها ما تمش حاجه ما شفناه اللي نفركسو في حاجه جديده اما هذا ما يمنعش ان مبروك للافلام الكل مبروك للدوره الكل وكل فيلم كان مهم وتفرج في برشا افلام كانوا مهمين جدا وقضايا المهم هو السينما هو القاعات المعبيه هو التونسي اللي يتفرج في السينما اللي مازال ربع ساعه الكوفرو في تسمع في العبيد قاعده تصير هذا هو المهم تحيا تونس ويحيا الشعب التونسي يعطيكم الف صحه كيف ما سمعتوا عفيف فما بحثنا سي حمل همامي اللي نشوفوه حاضر براتيكمون في الدورات الكل في التظاهرات الثقافيه الكل مرحبا سي حمل يعيشك احنا ظروف الكوفرو في الضو مقصوص ولازمنا نكملوا نخدموا وجوهكم الضوي تونس يعيشك الدورة ككل وتونس بعد الضربة وتحديت وكملت الدورة سموها دورة المقاومة هذه دورة ناجحة سواء كان من الناحية الفنية من الناحية السينمائية أو كذلك من الناحية المعنوية وتحية كبيرة ياسر أولا وقبل كل شيء لجنة الإشراف واللي سي إبراهيم الطيف تحية كبيرة ياسر للجمهور تحية كبيرة ياسر لضيوف تونس اللي ما روحوش لبلدانهم وقعدوا لهنا وحضروا معنا وتحية كذلك للإعلاميات والإعلاميين اللي غطاوا الدورة هذه وما ننساوش الأمنيين والأمنيات متاعنا اللي أحماوا هالدورة هذه وفي كل الحالات احنا متأثرين صحيح بالشهداء اللي سقطوا نتيجة منها الإرهاب ولكن في نفس الوقت احنا متأكدين وأن الحياة أقوى من الموت وأن النور والفن أقوى من الظلام وتونس مش تنتصر بنساها ورجالها إن شاء الله يعطيك ألف صحة سي حمى عايشك نورتنا التانيت البرونزي التانيت البرونز ليلى بوزيد إجا بحذينا شنية يا بنتي قلبتها وفيتهم اللي تخفي الكل والله ما عملتش بالعاني أنا يعني معناتها أي بون هذوما يعني مش كان ليانا خاطر هو فيلم تونسي هو كفيلم تونسي يمثل تونس دونك الفيلم عز الشباب التونسي دونك فما نوعا ما الجائزات عطيتهم تونس تخفي أون ميم طون ليك أنت وللممثلين وللتقنيين الكل اللي خدموا والبروديكتور الناس الكل معناتها اللي والسينما التونسية الكل فوالا هذاك هو يعني ديجا نحن الجائزة الأولى أنه الفيلم كيف تعدى تعرض في القاعات كانت عرض ياسر حلو والجمهور تعجب بالفيلم هذيا ديجا جائزتنا احسن جائزه وتوا كيف فما لجنه التحكيم مختلفه عجبهم الفيلم واو شيخه شوفيك ماكش مصدقه اي مانيش مصدقه ومازلت مانيش مصدقه كما قال ابراهيم يعني واحد فوالا مش مصدق هي دوره يعني كما ما قالت فيها برشا تحديات وكملت ويعني نحن نخمو في العبيد اللي ماتت يعني واللي دفع على الوطن ويظهر لي دفعوا على الوطن باش يكون موجود ثقافة باش تكون موجود سينما باش العبيد تعيش ويعني هذه حاجة حلوة برشا أنه نجموا يكملوا مهرجان قرطاج التانيث الذهبي لفيلم جوك العميان لمحمد مفتكر مبروك اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا بك في تونس ان شاء الله مبروك التانيث الذهبي احكي لي بالنسبه لاي سينمائي عربي التانيث الذهبي يعتبر رمز كبير اولا لقيمه السينما التونسيه ثانيا لتاريخ هذا المهرجان الذي يعتبر من اقدم المهرجانات واهم اهمها في الساحه الافريقيه فالحصول على هذه الجائزه هو شرف وهو مسؤوليه كذلك
احنا زيدا يكون لنا شرف وان شاء الله كنا نكونوا قد المسؤوليه هذه، وان شاء الله من حسن الى احسن، ويحيى الفن ويحيى تونس. بارك الله فيك وانكور مبروك. نعرفش كان نجله تحب تسالوا حاجه. نحب اقول لك عم جاي عندك شي حويجه. لا انا انجز فيلم كل 3 سنوات يعني. احنا خاطر الدوره كانت كل سنتين ولات كل سنه، دونك لازمك تعمل لنا مجهود وتقصر في 3 سنوات على قليل عام ونص. ممكن احضر كضيف ولا مشارك في انشطه اخرى. بالمناسبه في هذا المهرجان كان لي فيلمين، يعني فيلم داخل يعني كومبيتيشن اوفيسيال كومبيتيشن، والبراق الذي كان في سيكسيون اخرى. سيدي مرحبا بك، ان شاء الله نشوفوك العام القادم بحذانا. مرحبا بكم. شكرا. تحية تونس. شكرا. يعيشك. شنحويلك؟ شنحويلك دورة؟ أي فوالا خدمتونا محليكم ياسر، وأنا حتى في الأوفيرتور بون جيتي با لا، أما شفت برشا تصاور، ومن أكثر العبيد اللي عجبوني وكانوا تريز إليغانت تري جولي تري بيل أنتم الزوز الحقيقة معنا. يعيشك يا دورة. وإحنا راهو إحنا في جي سي سي نتبعوا فيك أنت زادة على البخي اللي خذيته أحسن طلبة هي في المهرجان، ونستناو فيك تجي لتونس. إفكتيفمون جيت بطلبة هي وتبارك الله عليك. يعيشك يعيشك ميرسي. دورة شنو عندك جديد؟ عندي جديد فيلم كذبت كل يوم، مازال شويه معناها انا تورني لما جوريتي دو فيلم، مازال كان 3 ايام باش نكملوهم. عندي زيد فيلم مولانا مازلت كي بديت فيه، فيلم مولانا اخرج مجدي احمد علي مع عمرو سعد، وفيلم كذبت كل يوم مع عمرو يوسف، هما لي دو فيلم معناها في مصر ولكن من نوعيات مختلفه. مولانا زيد هي روايه، معناها الفيلم مقتبس عن روايه لابراهيم عيسى اسمها مولانا. هي باش نسالك سؤال اخر واسع بالك معايا، شنو رايك في الديليبراسيون نتاع الجوري؟ اسكو انت كونفانكو والا فما فيلم كنت حبيت لو كان هز بري وما هزش؟ والله انا نشوف اللي جوري حاول يكون محايد قدر الامكان، وفي الاخر ديما الجوري معناه هما كيما قال هو سي دي زيتر هومان، هما في الاخر صحيح عندهم اذواق معينه، معناه تنجم تنحي جوري اذا تحط واحد اخر تختلف شويه النتائج. الافلام يظهر لي كانت متميزه وكانت على مستوى عالي، والاختيار ديما يكون صعيب. انا مريت بتجارب في دي جوري قبل في لجان تحكيم، ونعرف قديش ساعات معناها تصير عركه في الجوري على كل واحد هو يعجبه فيلم اكثر من الاخر. دونك بون مبروك للي ربحوا الكل. انا نقول كلكو سوا لي ريزولتا اليوم احنا فرحانين ديجا اللي الدوره اكتملت نتاع ايام قرطاج السينما، برغم الكوفر فو برغم الضربه ما الضرب والاعداء، برغم الكوفر فو وكل شيء تم تامين الدوره هذيا معناها بصوره مشرفه قدام ضيوف حتى من الوطن العربي والضيوف الاجانب. احنا بالنسبه لينا كتونس معناها ما نعرفش، انا حسيت اللي سيتي ايموفون اليوم، معناها مختلفه على اي دوره اخرى. انت حدي اليوم السينمائيه صحيح هي عريقه وطول عمره مهرجان للسينما، مهرجان ميليتان معناها في نضال، واليوم حسيناه أكثر وكان تحدي، ومش نتحديه بسلاح ولا على خطر احنا ما عناش وما نعرفوش نعملوا هكيكا، من تحديه بوجودنا بالفن، ومش احنا برك لو بوبليك على خطر الفنانين معناها وحدهم ما ينجموا يعملوا شيء، وحدنا ما نعملوا شيء ويلزمنا نكونوا موجودين، هذيك خدمتنا ضربونا ندافعوا عليه، ولكن وجود الجمهور اللي تابع العروض اللي يتفرج على الافلام واللي توا واقفين في البرد وراء السور يحبوا يشوفوا يشيعوا فيكم الفنانين نتاعهم ويشيعوا فينا، معناها هذا الحب، هذا الحب اللي نحسوا به ان شاء الله يستمر ديما، وان شاء الله ديما تونس تكون في خير وسلام. دره باش نقص عليك سامحني، النجم نطلعوا بحدنا سي ابراهيم، سي ابراهيم مدير الدوره، دونك بحدنا سي ابراهيم. سي ابراهيم يعطيك الصحه. سي ابراهيم تفضل، هذا مش لك انت اكهو، هذه ليكيب اللي خدمت معاك. شيغ ليكيب الكل اوفا ميرسي ا توت ليكيب. انا ما لقيتش فرصه باش نشكر اما عبر القناة الوطنية اللي هي بارتنير بيان سور فيستيفال، زاد انتم قمتوا بعمل كبير معنا. نحب نشكر الفريق الكل، كريم، سامي، فاطمة، لميا،
يوسف الكل. مش تنسى حد. ما ننسى حد بينيفول. توفيق سمير بالحجاح هي خاصة لتأثيث هال. وين هرب وين يشوفنا يا هرب. سمير الفريق الكل كل أبيك أبيك سيبينيفول أبيك سيبينيفول وبا. ان شاء الله عجبتكم، ان شاء الله عجبت الكلوتور، عجبت الناس كل. Enfin, je suis très ému, je suis un peu fatigué. نعرفوا سي سيغ. فوالا ميرسي على ليكيب. ميرسي يعيشك. حبيت تكون معايا بوغ ريسيفوار سو بو بوكي. ميرسي يعطيك الصحة سي إبراهيم، وطلعت بالحق دور التحديات وأنت راهنت، ويعطيك ألف صحة وتعديت على خير، إن شاء الله تونس والفن ديما بخير. تشوفوا سيي الناس الكل تلم والناس الكل تزرب باش تروح لديارها على خاطر فما كوفغ فو، تعدي سهريه حلوه برشا، والفيلم التونسي كان موجود وهز برشا دي تروفي. احنا فرحانين برشا موني، برغم اني فما افلام حبيناهم يهزوا حويجه ما الله غالب، فما ممثلين زيد نحبهم برشا وحبيناهم يهزوا حويجه والله غالب ما هزوش، ما يسالش هذيك هو قانون اللعبه. فرحانين على خاطر تمت دوره تحديات وكملت كل شيء وما قصدتش ونجحت. فرحانين اني أفلام برشا أفلام العالم العربي وغيره، فرحانين اللي فما ثلاثة أفلام توينسا، دونك هذا الكل حاجة تفرح. فرحانين زادة موناء اللي جمهور التونسي بالرغم اللي صار قاعد يقبل على الأفلام، ولا يقبل أكثر على الأفلام وعلى العروض. جوستومون ان شاء الله كان قاعدنا حيين نتقابلوا العام الجاي، اما قبل مانيش نقول لكم صباح الخير خاطر مازالت عنا مهمة لازمنا نعملوها موناء. تابعونا يلا. من سوري حوص لبرور في الغربة، عديت أيامي درت البلدان كل مخمور، شوف في خيالك في منامي، شوف في ثياب عليك تغور، نسات اللي احنا ليك مالي، من دمعاتك بناو قصور ونساو